أنا الأهلي، هيفضل النادي الأهلي لأهدافه، ومن أهم أهدافه إن إحنا نحافظ على كل مكتسب بنوصله الموسم ده. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر. أهلا بيك يا أسامة. أهلا بيك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقتنا النهاردة يا أسامة فيها حاجات كتيرة جدا، ما بين قرعة لدوري الأبطال وما بين انتصار 13 على التوالي في بطولة الدوري. النادي الأهلي بيحافظ على أهدافه زي ما بدأنا الحلقة وقلنا، 37 هدف بيستقبل 3 أهداف، والأهم إن أنت كنت قدام اختبار قوي جدا. نتمنى الحلقة إن شاء الله تنال إعجابكم النهاردة، مش هنسيب حاجة إلا وهنناقشها مع الجمهور النهاردة يا أسامة. إن شاء الله يا فارس، وأكيد مبروك الفوز على فريق بيراميدز بعد انتصار بيراميدز بمسماه الجديد، 3 مباريات على التوالي، وده رقم كبير جدا لفريق بيعمل النتيجة دي أو السلسلة دي من الانتصارات على النادي الأهلي. كان مهم جدا إن النادي الأهلي يفوز على بيراميدز، ومن الفوز على بيراميدز أكيد هنوصل رسالة أو هنلقي الضوء على مباراة صن داونز تحديدا، وإن الشبه بينهم ان انت تاريخك الحديث مع بيراميدز 3 هزايم متتاليه وخروج من الكاس وهزيمه ذهاب وعوده في الدوري المحلي بيضاهي تماما فكره ان انت لسه البطوله الماضيه في دوري ابطال افريقيا خارج قدام صن داونز. عشان فكره الناس اللي بتنادي بفكره الثار، ارجوكم خلونا نلعب مباراه بشكل ما نزودش ضغوط على اللاعبين، ما نزودش ضغوط على الفرقه. الحمد لله عدينا بيراميدز خلاص، اي مواجهه حساسه بعد كده بيننا وبين بيراميدز هتكون الامور اهدى، زي بالظبط ما بقت الامور اهدى مع فرق كان في بيننا مشاكل وكنا برضو بنتكلم عن طار وما شابه، فكان اللعيب بينزل متوتر فكنا بنتعادل في الدوري او بنخسر امام هذا المنافس. لما رفعنا الكلام ده من على الضغوط دي من على اللاعبين، قدرنا نحقق فوز متتالي على الفرق اللي كان بيننا وبينها بعض الحساسيات او المشاكل. نتمنى يكون ده تفكير جمهور النادي الاهلي الفتره القادمه، دعم تام للنادي الاهلي في مواجهه صن داونز بعيدا عن فكره الصقر. هي مباراه بمثابه نهايه مبكر، ولكن بين 11 لاعب و11 لاعب، طبعا جماهير النادي الاهلي هتكون داعمه في مباراه الذهاب، وجماهير صن داونز ده محققها طبعا في مباراه العوده، لكن نتكلم ككره قدم فقط لا غير، بعيدا عن اي صار او اي طار يا فارس، لان دي فعلا بتبقى ضغوط صعبه على اللاعبين. نغمه احمد، وقعنا في الفخ ده قبل كده في فكره مش معقول ننال الهزيمه الثالثه على التوالي او الثانيه على التوالي، ولكن تاكدنا ان في كره القدم كل المعطيات وارده. وعلى فكره احمد بناكد ان في مباريات من اللي خسرناها امام بيراميدز كنا افضل فنيا بكتير، ولكن الضغوط النفسيه، الجيل ده ممرش بضغوط نفسيه كتير جدا من النوعيه دي، ممرش اغلب اللاعبين فيه بفكره ان انت مطالب بتحقيق نتائج معينه. فاعتقد فكره ان منظومه بالكامل تبقى ليها اهداف، لو شفنا تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، لو شفنا اللاعبين، محمود متولي امبارح في لقاء اول كلمه قالها احنا ما فيش حاجه اسمها فكره ان احنا صقر، او ما فيش حاجه فكره ان احنا بنعوض نتيجه، احنا لنا اهدافنا. حتى الجمهور بدا يحشي اتجاه النغمه دي، وده شيء مختلف في النادي الاهلي. يعني ما فيش نغمه نشاز في النادي الاهلي. في وجهات نظر، في نقد، في آراء مختلفة، وده شيء مهم جدا، ولكن كلنا عندنا أهداف مشتركة نعيها جيدا، وده المميز في النادي الأهلي، وده اللي كلنا حاسينه. عشان كده بنحرر عن نفسنا الضغوط، وفعلا بادئ بدري قوي، الضغوط لازم تشيلها عن نفسك. والضغوط مش معناها أن أنا مركز، معناها أن أنا مش عارف هدفي، لا طبعا أنا محدد هدفي، ولكن من أهم أسباب أن أنا أحقق هدفي ده هو ان انا مركز على الهدف بس بعيدا عن اي معطيات جانبيه. وعلى فكره حتى اللقطات اللي هنستعرضها مع اللاعبين، الصور اللي احنا جايبينها بتدل ان لا، في مرحله حرجه من الموسم اللعيبه مش فكه، لا اللعيبه بتتعامل بنفسيه جيده جدا من دون افراط او تفريط. يعني ومهم نقطة كمان، لأن لازم جماهيرنا ياخدوا بالهم من نقطة مهمة جدا، إن أنت أكيد خلاص خدنا بقى اعتدنا على فكرة المنافس يصدر لك أزمات، أكيد هيتكلم المنافس كتير عن مباراة صن داونز وعن الخماسية وما شابه، أنت ما تسخنش بالبلدي كده ورا الموضوع ده، أنت ركز في إنك تتخطى الدور الصعب ده فقط لا غير، عشان بس ما فيش بتجات تبدأ تشتغل عليك فأنت تنساق وراها.